كيف كان العيد في بيت النبوة؟ كان البيت النبوي وما حولهم بيوت الصحب الكرام الأجلاء يشهدوا مظاهر الاحتفال بالعيد على مرأة المصطفى عليه وعلى آله الصلاة والسلام. تقول أمنا عائشة: دخل علي زوجي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعندي جاريتان تغنيان بالدف غناء يوم بعث. ويوم بعث هذا يوم من أيام العرب في الجاهلية، وكانت فيه مقتلة عظيمة بين الأوس والخزرج، وكان فيه غناء حماسي وجاد بالدف دون غيره من آلات له. فاتكى رسول الله عليه الصلاة والسلام على فراشه ثم حول وجهه عنهم ولم يتكلم. تقول: ثم دخل أبو بكر فغضب وانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند رسول الله. فأقبل عليه المصطفى بوجه الوضاء المستنير عليه الصلاة والسلام وقال: يا أبا بكر دعهم، فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. رواه البخاري ومسلم. وأخيرا كل عام وأنتم بخير وأحبكم في الله، صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام.